ميجريشن. لما أقول ميجريشن فأنا أقصد تغيير السكيما. طيب شنو يعني تغيير السكيما؟ تغيير السكيما أما يكون تغيير بالتيبلز، ولما أقول تغيير بالتيبلز يعني أما تنضاف للديتابيس انتيتي جديدة، أو يتغير اسم أحد الانتيتي، أو ينحذف انتيتي. ولما أقول انتيتي وأقول تيبل فأنا أقصد نفس الشيء. أو يتم تغيير على مستوى كولوم، يعني عندك مثلا هذا التيبل اللي اسمه نوت تيبل ممكن يتغير ب كولوم، يعني ممكن ينحذف كولوم معين، أو ممكن ينضاف كولوم إضافي، أو ممكن يتغير اسم أحد هاي الكولومز. إذا عندي أما رينيم أو أد أو ديليت للكولوم وإلى الديتابيس بشكل عام، تيبلات الموجودة بالديتابيس. إذا عندي هاي الحالات هي دي يصير ميجريشن أو تغيير بالديتابيس. المشكلة اللي راح تصير وين؟ خلينا نشوف كالآتي. لنفرض أنه لو إحنا إجينا وضفنا val remind times، واللي راح يمثل لي كم مرة مثلا أريد أنبه اليوزر أنه أكو يعني أنبه اليوزر على هذه النقطة. على سبيل المثال إحنا سحين مو الفكرة، الفكرة أنه إحنا بإضافتنا لهذا الشكل أو هذا الشيء إحنا ضفنا كولوم جديد لهذا الانتيتي، وبما انه احنا ضفنا كولوم اذا غيرنا السكيما. فشنو اللي راح يصير؟ قبل ما يصير شيء يجب ان انتبه انه اني هنا في الفيو موديل صار عندي كلاس النوت يحتاج باراميتر اخر، خلينا نعطي رقم ثابت فقط لاغراض التجريب من عندي الان. طيب الان راح اني اسوي run وننتظر اللوكات، لأن راح يصير إرر وراح نشوف هذا الإرر سوية. أوكي البرنامج صار بي كراش. لو نجي الآن نقرأ أنه room cannot verify the data integrity. Look like you changed the schema but forgot to update the version number. أوكي إذا أول خطوة راح نسويها راح نروح إلى الداتابيس. إحنا لما نغير سكيما يجب أن نسوي update للفيرجن. إذا version 2 صار عندنا. طيب اللي أحب أنبه عليه أنه هاي العملية تسويها مو أثناء الديفلوبمنت وانت بعدك ما طالع بالابليكيشن، بس لا انت سويت ابليكيشن ورفعته على الستور وعندك يوزر ايدي يستخدمه حيسوون أبديت. يعني بالبداية إذا أثناء العمل واجهتك هيك شغلة غيرت انت تتغير بالديتابيس، فأوكي مجرد تحذف الابليكيشن وتنصبه جديدا، هو بعد ماكو نسخة دي يصير منها أبديت. أوكي الآن راح نسوي ران وننتظر الكراش التالي. اشتغل الابليكيشن وايضا سوى كراش. خلينا نروح نقرا شنو الموجود. Immigration from 1 to 2 was required but not found. اوكي اذا هنا اجى دور الميجريشن اللي اعلم الداتابيس انه شنو اللي تسويه من تتغير السكيما مالتها، لان هو كان عنده داتابيس مخزونه لوكال على الجهاز ما بيها هذا الفيلد. لما شغل البرنامج لقى الداتابيس السكيما مالتها تختلف، فشنو اللي راح يتسويه او شلون يتصرف حتى يحدث الديتابيس؟ عندنا ثلاث خيارات. الخيار الأول أنه نهدم الديتابيس القديمة كلها وما نأخذ أي شيء من عندها ونبدي نشتغل على الديتابيس الجديدة. طبعا هذا الخيار الأسوأ وبأغلب الأحوال ما يفيدنا لأن حتروح الديتا من عند اليوزر، لكن خلنا نجرب هذا الخيار. أوكي حتى نجرب هذا الخيار هنا قبل ما تسوي بولد باستخدام البولدر باترن كل اللي راح تسوي بولد أو sorry dot fallback to destructive migration. مجرد ما تسوي call على هاي الفانكشن هذا معناه أنه لما أنت يصير عندك مثلاً أكو تغيير بالفيرجن فأنت اهدم الداتابيس كلها وابنيها من جديد، حتروح الداتا كلها بس ما راح يصير كراش. نسوي run الآن. اشتغل البرنامج تمام. لو نضيف ب أي نوتة انضافت بشكل طبيعي. طيب هاي الوضعية بالتأكيد ما مقبولة، فاللي راح نحتاج نسوي احنا راح نحتاج نتعلم نسوي migration. الميجريشن هو نحول شكل الداتابيس الموجودة كانت مخزونة سابقا بالجهاز بالنظر السابق الى شكلها الجديد. يعني اما نضيف fields او columns عفوا، ام نضيف او نغير اسم field او نحذف field او column معين، أو نضيف تيبل نغير اسم تيبل نحذف تيبل معين حسب التغييرات اللي سويناها احنا. وعدنا طريقتين، طريقة مانيوال وطريقة ثانية اوتوميتد بالجديد
ظهرت. فخلونا نجرب هذه الطرق بالفيديوهات القادمة. راح نرجع للديتابيس القديمة ونضيف بها بعض الديتا ونرجع نطبق نفس العملية من جديد بالفيديو القادم.